على فقرة الصحافة مع الزميل ماهر عدنان. إليك يا ماهر. أهلا عادل، أهلا بكم مشاهدين الكرام. هذه جولة في أهم الأخبار الصادرة في الصحف المحلية. نبدأ من عناوين الصباح. خطوات السودان الأولى، رسائل طمأنة للشارع العراقي. السلاح المنفلت، إجماع نيابي على أولويته في عمل الحكومة. إعداد قانون جديد للانتخابات البرلمانية. التحديات المعيشية ترافق ولادة الحكومة، وأيضا استحداث أحياء سكنية في الديوانية. والجمارك تصدر بيانا بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية. نعم، إلى تفصيلات الأخبار. شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أمس السبت على المضي بتحقيق الإصلاحات، وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني التقى رشيد للتباحث في مجمل الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والأمنية، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة للمضي قدما بتحقيق الإصلاحات ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطنين. وصلت العاصفة المدارية نالغي التي تهدد العاصمة مانيلا أمس السبت إلى الفلبين بعدما سبقتها فيضانات وانزلاقات تربة خلفت 45 قتيلا على الأقل وفقا لأرقام رسمية جديدة مخفضة. وتجتاح العاصفة نالغي جزيرة لوزون الرئيسة في الفلبين مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 95 كيلو مترا في الساعة منذ وصولها بعد الفجر إلى اليابسة، لكن الدمار بدأ قبل وقت طويل من وصول العاصفة إلى البر، فقد غمرت الأمطار الغزيرة مناطق ريفية في جنوب جزيرة مينداناو الخميس، أعقبتها انزلاقات تربة وفيضانات قاتلة الجمعة. ننتقل بكم إلى آراء. اخترنا لكم مقالا بعنوان مساندة الدولة المدنية للكاتبة وجدان عبد العزيز، تقرأه الزميلة بشرى حسين. نتابع. مساندة الدولة المدنية للكاتبة وجدان عبد العزيز. مع إدراك حقيقة المجتمع العراقي بأنه مجتمع شرق أوسطي فريد في تكوينه البنيوي، فهو مجتمع متعدد القوميات والأعراق والأديان والمذاهب، ويحمل بين طياته إرثا حضاريا وثقافات عديدة تمتد لآلاف السنين ما قبل التاريخ، أي أن الحضارة العراقية تعد من الحضارات الأصلية وهي مرجع حضارات العالم. وداخل هذا المجتمع وطوال هذا الزمن تناغم التآلف والتكامل الوطني والإنساني بين أفراده، بحيث صار مستوعبا هذا التباين في رسم مسارات أخلاقية ذات نفع عام. في منتصف المقال إذن التساؤل هو كيف تتحقق الوحدة الوطنية؟ والحقيقة التاريخية والآنية تقول يتم تحقيقها بتوجه النخب الثقافية والمجتمعية إلى التجرد من الماضي الكريه والقيام بصيغ التنسيق الميداني لخلق أجواء التعايش السلمي والأخوي بين أبناء الوطن الواحد. وبهذا الإطار، أي إطار التنوع القومي والديني والطائفي والثقافي الأثني، وذلك لأن ضعف الوعي للذات الوطنية وبروز حالات الظلم الاجتماعي المتبادل وتفشي أنماط الطبقية وانعدام الشفافية وقلة الوعي بالصالح العام يقود لا محالة إلى الصراعات المؤدية لتمزيق الوحدة الوطنية والمجتمعية. في ختام المقال، فالخلاصة في بناء الدولة الديمقراطية المدنية هي أن تقوم على ركيزتين: الأولى الدستور، مركز توالد القوانين، والثانية وضع المواطن والمواطنة كركيزة مهمة في بناء النظام الديمقراطي. وبهذا تزداد متانة الوعي بضرورة بناء دولة ديمقراطية ينعم تحت ظلالها الجميع بالعدالة والمساواة واجتثاث عوامل الفساد وغيرها من أمراض المرحلة السابقة، وهذا بدوره يسهم في تخفيف حدة الصراعات السلبية.
أهلا بكم من جديد. نطالع في صحيفة الزمان، أطاحت قيادة عمليات ميسان مروجي مواد مخدرة، ضبط بحوزتهما أسلحة غير مرخصة ومبالغ مالية في ناحية العزير. اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع 3 إرهابيين وخمسة متهمين بمواد قانونية مختلفة، وضبط شاحنتين معدة لتهريب المشتقات النفطية في الأنبار وميسان. من جهته أوضح جهاز مكافحة الإرهاب تفاصيل عملية الإطاحة بما يسمى بآمر الوقف لدى داعش في ديالى المدعو هشام محيي مالالله المعموري. حققت وزارة النفط إيرادات تجاوزت 8 مليارات دولار من الصادرات المتحققة خلال شهر أيلول الماضي. وقالت وزارة النفط في بيان تلقته الزمان أمس إنه بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط سومو، فإن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 98,765,153 برميلا بإيرادات بلغت 8,845,411,000 دولار. وأضاف إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 96,445,421 برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2,169,180 برميلا. وقعت هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عقدا لإنشاء المدينة الصناعية في محافظة النجف. وقال بيان تلقته الزمان أمس أن الهيئة تعاقدت مع شركة الديار العراقية بحضور مستشار محافظ النجف لشؤون الصناعة شهيد علي العارضي لتنفيذ مشروع المدينة، موضحا أن الجانبين تعاقدا على تطوير البنى التحتية والمرافق الخدمية كافة وبناء نحو 120 مصنعا. وبين أن وضع حجر الأساس والمباشرة بالمشروع سيكون في الأيام المقبلة، مؤكدا أن الهيئة شددت على أهمية مشروع المدينة الصناعية لخدمة أهالي النجف وإسهامه في تشغيل أبناء المحافظة. وأشار إلى أن وزير الصناعة منها العزيز الخباز قدم الدعم لتسهيل الإجراءات والابتعاد عن البيروقراطية في الحصول على الموافقات بالتعاون مع الوزارات الأخرى لتنفيذ المشروع. أما في الزورة، مراقبون للشأن السياسي أن المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني جيد، وفيما أشاروا إلى أن المنهاج الوزاري يحتاج إلى وقت طويل لتنفيذه. أكدوا أن أغلب الكابينة الوزارية شبابية وتحتوي على شخصيات كفؤة. وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي في حديث للزوراء أن الكابينة الوزارية لحكومة السوداني تكاد تكون لا تختلف عن سابقاتها من حيث ضغط الكتل السياسية لفرض الكثير من الشخصيات، إما أن تكون شخصيات لا تمتلك الخبرة الكافية لتولي مثل هكذا منصب وزاري. أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أمس السبت بعمل رابطة القاضيات العراقية، فيما أكد سعي القضاء لمنح وتقليد المرأة القاضية مناصب قيادية أكبر. وقال زيدان في كلمة خلال الاجتماع السنوي الأول لرابطة القضيات العراقية تابعته الزوراء إن هذا المؤتمر يعد النشاط الأول لرابطة القضيات، مبينا إننا حريصون على إعطاء الزخم الذي تستحقه هذه الرابطة. وأضاف لدينا جميعا ذكريات في المعهد القضائي، مشيرا إلى أننا منذ تسنمنا المسؤولية حرصنا لفسح المجال أمام المرأة القاضية والتوجه كان في مكانه، لافتا إلى أن وجود القاضية خير من يمثل المرأة في السلك القضائي. أعلنت روسيا أن النشر السريع للقنبلة النووية التكتيكية B-61 المحدثة الأمريكية في قواعد الناتو في أوروبا من شأنه أن يخفض الحد الأدنى للانتشار النووي، وأن موسكو ستأخذ هذا في الاعتبار في تخطيطها العسكري. وأثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مواجهة هي الأخطر بين موسكو والغرب
منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، عندما اقتربت القوتان خلال الحرب الباردة من الدخول في حرب نووية، وتمتلك روسيا نحو 2000 سلاح نووي تكتيكي قيد التشغيل، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 200 من هذه الأسلحة، تنشر نصفها في قواعد في إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا وفقا لرويترز. في الصباح الجديد، أكد الإطار التنسيقي أمس السبت حصول رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني على تفويض من الكتل السياسية باستبدال الوزراء غير المؤهلين في ضوء عملهم خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن عددا من الملفات سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، برزها الخدمات ومعالجة ملف الفقر. بعد أشهر من مفاوضات شاقة بواسطة أمريكية، وقع الطرفان اللبناني والإسرائيلي اتفاق ترسيم حدودهما البحرية الذي حسم المناطق الاقتصادية الخاصة بكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، ما أتاح لإسرائيل البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها، وأعطى أملا للبنان بانتشاله من براثن أزمة الاقتصادية. انقسمت الآراء السياسية والشعبية في لبنان بعد إبرام الاتفاق بين مؤيد ومعارض، فثمة من اعتبر الاتفاق تطبيعا واعترافا بدولة إسرائيل وتخليا عن حقوق لبنان البحرية، وهناك من وجد فيه إنجازا وطنيا ونقطة تحول اقتصادية ستنهض بالبلد من جديد، وخطوة ما كانت لتتحقق لولا تهديدات حزب الله لإسرائيل. في الصحف العربية الرأي خارجية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. ورحب السيسي بممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين خلال لقاء معهم في القاهرة على هامش إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور رئيس مجلس إدارة الرابطة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. نعم، في الهرام المصرية عرب وعالم الكرمل، لا خطط حاليا لترتيب اتصال بين بوتين وأردوغان بشأن صفقة الحبوب. أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرمل ديمتري بيسكوف عدم وجود خطط حالية لترتيب اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضوء تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب. وكانت روسيا علقت مشاركتها في صفقة الحبوب يوم أمس ولأجل غير مسمى بسبب هجوم أوكراني بمسيرات على أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول. من الأخبار السياسية إلى أخبار شبه طريفة إلى النسيان، في صفحة منوعات دراسة تكشف إمكانية المساعدة أثناء النوم على نسيان ذكريات مؤلمة معينة. كشفت دراسة جديدة أن تشغيل الأصوات للأشخاص أثناء نومهم يمكن استخدامه لمساعدتهم على نسيان ذكريات معينة. يقول باحثو جامعة يورك أن اكتشاف المرحلة المبكرة يمكن تطويره إلى تقنيات للمساعدة في إضعاف الذكريات المؤلمة والتطفلية. سبق أن توصلت الأبحاث إلى أن تشغيل الإشارات الصوتية أثناء النوم يمكن استخدامه لتعزيز ذكريات معينة، ولكن تقدم الدراسة الأحدث أول دليل قوي على أنه يمكن أيضا استخدام هذه التقنية لمساعدة الأشخاص على النسيان.
نعم، في الصحف العالمية الاندبندنت، الارتباك البريطاني من زوايا متعددة. اختار حزب المحافظين البريطاني ريشي سوناك ذا الأصول الهندية رئيسا للوزراء في خطوة لا يمكن تجاهل كونها تعبيرا عن تحولات إيجابية في المجتمع والسياسة البريطانية وغير مسبوقة في أي مجتمع أوروبي وحتى الآن، وليس من الموضوعية التقليل من دلالاتها، والمؤشرات حتى الآن قد تكون إيجابية. لكن المشكلة أيضا أنه ليس من الموضوعية تقليل من مظاهر ارتباك حزب المحافظين الذي انعكس على بريطانيا قبل ذلك، فلا يمكن تجاهل ما تمثله استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس من دلالات التي سجلت رقما قياسيا كواحدة من أقصر الحكومات في تاريخ المملكة المتحدة إن لم تكن أقصرها. في الخبر الأخير، واشنطن بوست، الأزمة الاقتصادية قد تضع حدا للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا. قالت صحيفة واشنطن بوست أن الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة يمكن أن تضع حدا لاتفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مسألة المساعدة لأوكرانيا. وذكرت في مقال أنه مع ارتفاع تكلفة المساعدات الأمريكية إلى كييف وتأرجح الاقتصاد الأمريكي على شفا الركود، بدأت التصدعات في الظهور بين الحزبين في مسألة توفير دعم قوي لنظام كييف. ووفقا للصحيفة، فإن أول علامة على وجود انقسام عميق، وكانت رسالة من 30 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين طالبوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتفاوض مع موسكو لإنهاء الصراع. كما عودناكم أحبتي المشاهدين، في ختام الأخبار نشاهد كاريكاتير الصباح. شكرا مشاهدي.